توجد مقولة بأن ما تحبه يرافقك دوما. الإنسان ما يحب شيء دائما يكون يرافقه بخياله، الأشياء، بإحساسه، بشغله، بكل الأشياء. فحضارة وادي الرافدين يعني أحب حب يعني جنوني حقيقة، قرأتها وعشقتها. يعني الكثير من اللوحات اللي اشتغلت بهذا الموضوع وادي الرافدين كنت استخدم الاسطوره السومريه، كنت اقراها واحللها واتخيل اشكالها، وبالتالي اصنع اشكال خاصه بي.